مساء الخير على كل متابعي موقع الفجر في كل مكان. انا معاكم في منطقه الفيلا في منطقه شبرا القيمه التابعه لمحافظه القليوبيه، واللي شهدت منذ ايام جريمه قتل بشعه راح ضحيتها الطفل احمد صاحب ال 15 عام اللي اتقتل غدر على يد جاره في احدى الشقق واللي عثر عليه بعد اختفائه بثلاث ايام بمنطقه عزبه عثمان بشبرا القيمه. واحنا معانا واحنا في منزل والده وشقيقه المجني عليه، واللي قالنا التفاصيل كامله. بص حضرتك، هو كان بيلعب عادي يوم الاثنين تمام، بس احنا بس عايزين نعرف ايه علاقه المتهم ب انا احكي لك حضرتك. بصي، هو كان في الاول صاحبه جدا، اديله فلوس 100 جنيه هو محمد كهربا، بقى لهم قد ايه يعرفوا بعض؟ شهرين بس. محمد الكهربا هو فعلا هو اللي قال له اتعرفوا بيه يعني تمام. محمد الكهربا ده هنا لعبت المنطقة هنا دوكا من أسوان. المتهم اسمه ايه؟ طارق. طارق اشتغل شوية في القهوة ومشي، وبعدين جه تاني بقى يشرب مشاريب وكده، يعني جاي بقى القهوة يشرب مشاريب وكده. فأصحابه مثلا بيقول لك ايه، يا راجل بيصلي وخير وبيدي فلوس للناس، اللي أنا سمعته كده. المهم عامة إيه، صاحب طبعا هو اسمه محمد ده عرفه بابنه. المهم بقى يدي احمد في العيد، جاله الوقفه يوم 50 جنيه وبعدين بقى ايه، ابني فسح معانا عادي الشغل عادي. يوم الاثنين جه كلمه وطار على السايبر اللي هنا جنب القهوه ماشي، الصوت بس هو اختفى. هو بيلعب عادي واختفى لان اتاخر. الواد ده اخوه دور عليه، ابوه دور عليه ماشي، واحنا دورنا عليه ما لقيناهوش. رحنا القسم بلغنا، عملوا جبنا واحد من القسم، شفنا الكاميرات لقينا ابني كان في السايبر. بعدين طلع من السايبر راح القهوه، قعد شويه كتار، كان طارق هناك هو والراجل اللي اسمه محمد كهربائي، بس قعد شويه كتار. اتفق بقى اكيد طبعا تبع مع الوقت، انا هطلع الاول، طارق ده مشي الاول، وبعدين احمد ابني مش وراه، مش الشارع اللي قصاد القهوه. اللي قصاد القهوه ده ضلمه، قدام على الناصيه في سوبر ماركت كده شمال ويمين، ايه في بتاع فاكهه خضار يعني وبتاع فاكهه. المهم شفنا الكاميرات، رايمنا الكاميرات لقينا ابني طالع على الشارع بره، شارع رشدي طالع على الفيلا. شفنا الكاميرات وتابعناها، كان مع الشخص ده اللي اسمه طارق. الناس اللي هنا وقفوا معانا، رنوا ايه، قالوا لمحمد السباك ده رن على طارق، الواد احمد معاه، لو ما خليه يجيبه. المهم قال رنوا عليه، قالوا لا احمد